سيد مجلس البلدي، سيد البرلمانيين، سيد رؤساء الجامعات، سيد المندوبين مدراء الأقسام الخارجية، ولأننا أود بأنه استكمالا لما قال السيد الوالي بأننا مرتاحين جدا لما تم العمل به تم إنجازه في ميدان الاستثمار. وكذلك سجل بعض الملاحظات اللي قدموها الإخوان، واللي على كل حال الإخوان في مركز الاستثمار لابد أن يشوفوها ويأخذوها بعين الاعتبار. بالنسبة لي جهة داخل وادي الذهب اليوم هي وجهة يعني مضمونة للاستثمار، وهذا فعل يعني تكاثف الجهود اللي قامت بها السلطات الترابية اللي على رأس السيد الوالي والمنتخبين والجهات المختصة، واللي جعلت بأنه اليوم ناس هاوية جميعا باش تجي دير استثمارات في الداخل. إذا هذا مبدئيا نقطة إيجابية يجب أن نسجلوها بأن نذمنها. على كل حال السلطات يعني الترابية وكذلك الوزارات والأقسام والجهات المسؤولة قامت بمجهود كبير من خلال خلق البنية التحتية ومحاولة يعني أنها تخلق مناطق مهمة من خلال الرؤية اللي كانت عندنا أو الاستراتيجية للاستثمار، وخصوصا ما يتعلق والله التنمية كاع على المنطقة الاقتصادية عامة. إذا نحن اليوم في مرحلة يعني انتقال، مرحلة انتقالية داخل كانت شيء واليوم تطمح بأن تكون شيء آخر. الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية هذا شيء لا يمكن فصله. أنا نظن على أنه إذا كثرت عن الاستثمارات الأجنبية راهي تدعم لأنه تخلق هناك استثمارات محلية لأنها تكميلية. دائما الاستثمارات الخارجية تكون حجمها كبير وفيادين اللي هي في الحقيقة تطلب ياسر من الإمكانيات، وهذا يكون اساسا دائما عند المستثمرين الاجانب ولا المستثمرين الوطنيين بحجم كبير. نظن على انه القطاعات الاساسيه اهم القطاعات اذا قبضتها يتجبر على انه الحمد لله هناك استثمارات مهمه. نذكر منها مثلا الطاقات المتجدده. الطاقات المتجدده هذا ميدان مهم، وانتم تعرفوا كامل بانه كل ما تطور الاقتصاد كل ما تطورت الطاقة يعني مصادر الطاقة تطور الاقتصاد، لأنه يعني في الحقيقة الاقتصاد هو الطاقة محولة يعني سي لا ترانسفورماسيون دو لانرجي، ليكونومي سي لا ترانسفورماسيون دو لانرجي. دونك هذا كبداية. نحن في الحقيقة قمنا بتنظيم عدة يعني عدة ملتقيات من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين، وأكيد بأنها لا تعطي نتائج. حتى لو ما أعطت نتائج آنيا كونوا على يقين بأنها لا تعطي نتائج على المدى المتوسط أو المدى البعيد. تعريف بمؤهلات الداخلة هذا أكيد بأنه لا يدفع الاستثمار، وكذلك تعريف بمناخ الأعمال يعني هذا نتكلم عن الجيش الإيمي والتسهيلات اللي خالبة على مستوى الاستثمار. وحتى نقطة ثانية مهمة جدا اللي خاصة يتم ترويج لها هما ليزافونتاج، يعني اللي شنو اللي يكسب المستثمر اللي مسهل التسهيلات اللي مقدمين في مختلف الميادين. وهذا انا كان نطرح هنا في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف عدة مستثمرين يقولوا شنو هما ليزافونتاج، شنو هما ليزافونتاج فيسكو، شنو هما ليزافونتاج عندنا إذا جيت أنا بغيت نستثمر واش تعطوني التراب، واش نشريها، واش ندير، واش هي الجهات اللي هذا خاصكم تديروا لنا به يعني هتيل أو يعني دي نوت باش ندفعوه للجهات المختصة باش تزيد التعاون. خل المستثمرين محليا، وهذا جانب مهم جدا لأنه نحن عندنا شباب، وهذا لابد من نفكروا في استراتيجية دعم هذا الشباب في إطار التشغيل الذاتي هو نوع من الاستثمار، لأنه هذا استثمار أفقي ولكن مهم، وخاصنا
نظن له مناخ النجاح شنو هو؟ اولا المواكبه، التكوين والمواكبه والتمويل، طبعا دي بنك خاص لي بنك يساعد هذا. المساله الثانيه خاص كذلك في اطار التكوين شبابنا اللي عندنا هون في العاطلين العمل خصوصا الخريجين، خاصهم هذا المستثمرين اللي جايين يعطوا الاولويه لابناء المنطقه. طبعا احنا ما نقدروا نفرضوا عليهم بانهم يقضون، لانه هو في النهايه الواحد يخلص اذا كان واحد ما هو مربح بالنسبه له، ما انتاجيته ما يلعب على ذاك اللي باقي هو بالغ، ولكن احنا على الاقل نحثهم بانهم يعطوا الاولويه للشباب. وحتى اذا قدروا الى عاد واحد مثلا عنده ليسانس ولا عنده ماتريس ميدان معين، الشركه تقدر تقول له دوني فورماسيون، تفكر في العالم كله دير دي فورماسيون، بالتالي تفتح الافاق للشباب باش يندمجوا في اطار هذا الـ هذا الـ هذه الـ هذه الشركات اللي وهذا الاستثمار يعود عنده اسقاط على على يعني اختصاص البطاله، خصوصا بالفئات الخريجيه يعني اللي عندهم دي ديبلوم سوبيريور. وهذا هو على العموم، انا بالنسبه لي نهنيكم على هذا التقرير، ويعني عامه انا نظن على انه المسار بزاف طويل وداخله فيها غير بوتنسيال في مختلف القطاعات، واكيد بانه ان شاء الله مع المجهودات اللي تقوم بها الدوله توجيه جلاله الملك والبرنامج اللي بقى راهي تعطي دفعه كبيره جدا للاستثمار، وراهي نحن الان لا في البدايه، ولكن الحمد لله البدايه موفقه وشكرا.